السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم شي وتعفف في الشماليه قناتي وقناتكم. اليوم جبت لكم معايا باستيلي لينغوا اللي هو معروف عندنا هنا في الشمال وكيجي بنين ولذيذ، وكنتمنى يعجبكم. دوزوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، كنحتاج 5 ديال البيضات، كزية سنيدة، فانيا، خمارة، والدقيق حسب الخليط بالنسبة للجينواز. أما الكريمة غنحتاج كريم شونتي ديالي، غبرة لي ديال 100 غرام، وغنطلعها مع كاس ديال الحليب بارد، وغنحتاج الكركاع ديالي اللي غنهرشو باش نخلطو مع لاكخيم ديالي، وغنحتاج لاباط داموند اللي غنزين بيها هاد الباستيلي ديالي. أنا خليتها جاهزة، يمكنكم تخدموها نتوما في الدار. وعندك كعب النكهات الحامض وديال بيستاج، ولا احتجت ملون ابيض. بالنسبه للطريقه ديال التحضير البنات، غنحتاج البيض ديالي اللي كيكون درجه الحراره ديال المطبخ، كنأكد عليكم درجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش باردين من الثلاجه حيتاش ما يطلع لكم شي لاجينواز مزيونه. بالنسبة لجميع الكيك ضروري درجة الحرارة المطبخ البيض، ما ديروش بارد، حيتاش بزاف البنات كيكونوا مبتدئات ما كيطلعش لهم الكيك بسبب البيض كيديروه بارد. كنأكد عليكم يكون درجة الحرارة ديال المطبخ، جبدوه من الثلاجة وحطوه حتى ياخد درجة الحرارة. كنضيف كاس ديال السنيدة وكنبدأ نخلط بالخلاط ديالي، كنخلط مزيان. بديت خلط ليا البيض مع السنيده يولي واحد بحال رغوه بيضاء، عاد نضيف الفانيا ديالي والخماره والدقيق. اذا كنستمر في التخلط، كنستمر في الخليط ديالي في التخلط، انا قلت لكم حتى كيولي ليا بحال رغوه بيضاء. ومبروك عليكم العواشر، وشركم مبروكه وعيد مولد نبوي سعيد على الجميع، وسمحوا لي طولت الغيبه عليكم، وانا رجعت ورجعت لكم بالجديد، رجعت لكم بهاد باستيلي لينغوا اللي هو معروف عندنا هنا في الشمال، كيجي لذيذ وبنين، وكنتمنى تجربوها البنات. نضيفوا الفانيا، واحد الساشيه ديال الفانيا، نضيفو اخرى يعني جوج، ونستمروا في التحراك، ونضيفو خماره والطحين على حسب الخليط. هكذا كنبقاو نخلطو حتى ديك الرغوه البنات بيضاء، هكذا كنبقاو نستمروا في التخلاط ديالنا. كنحصلوا على واحد العجينه اللي باغيين حنايا، كنتمنى تطبقوا هاد الباستيلي هذا اللي هو اكيد هيعجبكم، كيجي مزيون بزاف بمقادير بسيطه ومتناوله. بقاو معايا، ودابا يا البنات غنطلعو معانا الكريمة ديالنا اللي كنت عاملاها في التلاجة، ضروري تكون باردة هي والحليب، يكونوا مجبيهم باردين باش كطلع معاكم الكريمة دغيا. وسمحوا لي البنات ما كملش ليا الفيديو ديال لاجينواز، يعني هي هاديك سهلة، يعني كملت بالطحين، ما كتجي ثقيلة ما كتجي خفيفة، عملتها في بلاطو طويل، يعني الفيديو تقطع عليا ما عرفتوش فين مشى، صحابي انا كاينه هو ما بقاليش، ولكن سهله يعني راه كلشي كيعرف لا جينواز يعدلها. ومهم نرجعوا دابا للكريمه ديالنا، غنجيبوا الدراب، قلت لكم غنطلعوها بالدراب، غنبداو نخلطوا الكريمه ديالنا حتى تطلع علينا،
تولي كريمة عاقدة، وما بغيتوش تستعملوا هذه اللي غبره، استعملوا ديك الكريمه هولالا اللي كتجي سائله، حتى هي ديروها في الفريغو تبرد، عاد طلعوها باش تطلع معاكم دغيا. ملي نطلعوا الكريمه ديالنا البنات، غنجيبوا ديك لاباط دامون ديال العجينه، وعاد نديروا النكهات، النكهه ديال الحامض والنكهه ديال البيستاش، وعاد نعجنوهم بيدينا مزيان حتى نحصلوا على العجينه متماسكه ومتسانجه مع بعضياتها، متجانسه مع بعضياتها. الى كنبقاو البنات كنستمروا حتى كنطلعوا الكريمه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، وديك الساعه نكملوا المونتاج ديالنا. ملي نطلعوا الكريمه ونعدلوا لاباط دامون بالنكهه ديالنا، ديك الساعه نديروا المونتاج ديال باستيلي ديالنا مع بعضياتنا. حتى التطوانيين البنات تا هما معروفين بالباستيلي لينغوا، يعني الشمال طنجة تطوان معروفين عليه بزاف بزاف، كيجي لذيذ ومعروف عندنا كنديرو في المناسبات، كاين اللي كيديرو صغير كاين اللي كيديرو كبير، كل واحد وكيفاش كيعملو. وبغيت نتقاسمو معاكم ونوريكم الطريقة ديالو باش يجيكم ساهل تعدلو في الدار حسن ما تشريوه، يعني في الدار كيطيح بتكلفة أقل، ما كيطيحش غالي بحال اللي عاد شريه من المخبزة، حيت غير الصغيرين كيعملوا واحد 3 دراهم والكبير ب6 دراهم، ولكن إلا عدلتيه في الدار عايجيك حسن وحسن بأقل ثمن ونكهة زايدة، يعني محتاج معدلة في الدار. بقاو معايا نكمل معاكم. سمحوا لي البنات، حاب لي صورت اللي كنت كنعمل النكهة ديال الليمون، ما تصورش ليا، تعاود عملت لك النكهه ديال الليمون وخدمته. دابا بقاو معايا حتى نديرو المونتاج مع بعضياتنا. الموز ديالنا بعد ما طابت قسمت على شكل مستطيل، غنسقيها دابا بالسيرو، نسقيها مزيان كريمة لينا كليت قطع الفيديو وانا نسيت. دخل على الجميد تجمد عاد نكمل. السلام عليكم، ها هو باستيل ديالنا اللي قوا ديالنا بعد ما طلقنا العجين باللوز. سمحوا لي تقطع لي ديك الفيديو، وانا ساهل طرقوا العجينه باللوز، هذه النكهه بالحامض، هذه النكهه بالبيستاش، غنفت بها الكيك ديالي. دابا غنزوقوها مع بعضياتنا، غنجيو عندها على هاد الشكل هذا، غير نعلمو ماشي نقطعو، غير كتزيد
نجي نديرو مثلثات. ديرو هنا هكذا. وهذا كسر اللينغوا ديالنا. دابا نرش عليه شوية ديال السكر كلاصي. ها هو البنات، بعد ما قطعناه زينته بهاد العقيقات هادو، وكيجي على هاد الشكل هذا، كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم، تبارطاجيوه مع الحباب والصحاب، واللايك والاشتراك.